مجموعة الطيار للسفر تعتبر أكبر شركة سفر وسياحة في منطقة الشرق الأوسط، في إضافة لوجودها الحصري في جميع مطارات المملكة العربية السعودية. العملاء يبحثون عن مستوى خدمة عالي جداً، يبحثون عن إتاحة فرص متاحة لخدمتهم على مدار الساعة، يبحثون عن حلول لبعض المشاكل اللي يواجهونها في خلال عمليات السفر. إن تقنيات ترافل بورد وقوة منصة تجارة السفر لديها ساعدتنا على ازدهار أعمالنا في هذه المرحلة الدقيقة من صناعة السفر. مرونة البرنامج، توسعه الكبير، عقوده الخاصة، عدد شركات الطيران الموجودة يعطيني منصة قوية للعرض للعملاء، مما يساعدني كوكيل سفر إلى طرح أكثر من خيار وأكثر من خدمة بأقل الأسعار وبضمان السعر مقارنة بالويب سايت. ونتيجة لعدد من المواقع والشركات الإيرلاين المنتجة أو المقدمة للخدمات بالسوق، ترافلبورت سمارت بوينت يساعدني في الوصول بأسرع وبأضمن وبأقل تكلفة وبأكثر جودة وبأكثر خدمة في نفس اللحظة. الابتكار والتطوير يعتبر أحد أهم مرتكزات لدعم تنافسية أي شركة تعمل في هذا القطاع. كان التدريب بسيط جدا، ولم يستغرق التدريب أكثر من يوم لبدء استخدام ترافلبورت سمارت بوينت من قبل موظفين المجموعة، حيث أنه ساعد المجموعة على تجهيز أكبر عدد من الموظفين لخدمة العملاء بأقصر وقت ممكن. واجهة المستخدم المطورة والحديثة الموجودة في ترافلبورت سمارت بوينت سهلة، مرنة، تتضمن عدد من الخيارات، وجميع هذه الخيارات متاحة كليك ايبل لايك ويب سايت. علاقة المجموعة مع ترافلبورت قاربت الآن 40 سنة. ترافلبورت كان ولا يزال أحد أهم الشركاء الأساسيين للمجموعة في تقديم أعمال. ما تقدمه ترافلبورت من الابتكار والإبداع في تقديم حلول فريدة تناسب ما يتطلبه عملائنا كان له دور أساسي في الحفاظ على مركزها التنافسي وفي مقدمة المتنافسين في العمل في سوق المملكة أو في سوق المنطقة، بالإضافة إلى أعمال المجموعة في المملكة المتحدة.